أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. إن شاء الله في هذا اللقاء سوف نكمل التحليل باستخدام الحاسبة. التحليل باستخدام الحاسبة. في المرة السابقة تكلمنا على تحليل المقدار الثلاثي البسيط والغير بسيط. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن تحليل الفرق بين المربعين. تحليل الفرق بين المربعين ومجموع المكعبين والفرق بينهما. مجموع المكعبين والفرق بينهما بالحاسبة. قبل أن نبدأ لابد أن تكون المعادلة أو المقدار اللي عندي يكون في متغير واحد. فمثلا لو أنا أردت أن أحلل المقدار س تربيع ناقص 27 81 س تربيع ناقص 81، عندنا في بنستخدم في الآلة الحاسبة البرنامج اللي هو حل المعادلات، وفي هذا البرنامج بدل حل المعادلات بنستخدم فيه الحل ببعض التعديلات، نجري عليه بعض التعديلات فيتحول إلى تحليل. فنذهب إلى الآلة الحاسبة ونضغط على مود، هذا المفتاح مود، يعطينا خيارات منها خيار رقم 5 اللي هو مكتوب قبله equation يعني معادلة. في عندي معادلات، الأولى ديت من الدرجة الأولى، في متغير واحد، في متغيرين إكس واي، دي بنحل بها المعادلتين في آنيتين، والتانية معادلة من الدرجة الأولى أيضا في متغيرين بس في ثلاثة أبعاد إكس واي زد، أما الأولى في إكس واي، والثالثة هي معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد. دي هذه التي أستخدمها في حل أو في تحليل المقدار الثلاثي البسيط والغير بسيط والفرق بين مربعين، وتستخدم في عمليات أكثر ممكن تحليل فرق مجموع مربعين بتعطي كميات تخيلية. أما الرابعة هذه فهي تستخدم لتحليل أو الحل معادلة من الدرجة الثالثة أصلا، ونستخدمها الآن في تحليل الفرق بين مربع مكعبين ومجموعهما. المعادلة الأولى مكتوبة على شكل x تربيع زد بي اكس زد سي بتساوي صفر، هي ألف س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي صفر. فالمقدار اللي قدامي اللي انا عايز احلله ده اللي هو س تربيع ناقص 81، بختار له هذه المعادله، اضع هذه المعادله رقمها 3، فاضغط على رقم 3 ادت لي شكل المعادله او القيم الثوابت اللي انا هغير بيها، الثوابت اللي هي معاملات المتغيرات اللي عندي. فعندي اول حاجه الف اللي هو معامل س تربيع هنا في المعادله بواحد، يبقى الف بتساوي واحد، ب مش موجودة، ب بتساوي صفر، ج بسالب 81، ج بتساوي سالب 81، بعوض بهذه القيم في المعادلة اللي قدامي دي. يبقى أول حاجة واحد بكتب يساوي، دخلت واحد اهيت، بعد كده الج السين الجيم الباء بصفر، هذا الصفر، واضغط يساوي تدخل الصفر، بعد كده سالب 81، ادي السالب اهو 8 1، واضغط يساوي ادت لي سالب 81.
هضغط يساوي تاني هتديني حل للمعادلة دي، هتديني السين. انا لما كنت بحلل المعادلة دي بالتحليل العادي بتاعي كنت بحللها ازاي؟ بقول بتساوي الجذر الاول اللي هو السين 81 جذر 9 بالناقص مرة وبالزائد مرة، سين زائد 9. طيب انا لما باجي احل المعادلة دي بقول بتساوي صفر، ومنها سين ناقص 9 بتساوي صفر، يعني سين بتساوي 9. فالآلة الحاسبة لما هضغط الوقت على يساوي هتديني 9، وارغب تاني هتديني سالب 9 اللي هي سين زائد 9 بتساوي صفر، ومنها سين بتساوي سالب 9. فانا بحط القيم ديت وبغير اشاراتها، لان هو اللي حصل ايه؟ قال لك ان سين ناقص 9 بتساوي صفر، ومنها سين بتساوي 9. يعني الآلة الحاسبة بتديني السين ب9 بدل ما هي في التحليل ناقص نقلتها في الطرف التاني بالمعكوس الجمعي، فنقلتها بإشارة موجبة. فالآلة الحاسبة دلوقتي هتديني قيمة إشارتها موجبة بسبب إن هي حلت المعادلة، حلتها. لكن انا عايز تحليل، يبقى بوقف قبل الحل بخطوة، يعني ما بنقلش القيم دي في الطرف الايمن الايسر من الطرف الايمن الايسر، فما بغيرش الاشارات. الالة بتغير الاشارة، فانا برجع الاشارة اصلها عشان تديني شكل التحليل. اهو اضغط يساوي اهي ادت لي 9. يبقى انا بحلل كالاتي، يبقى بقول سين تربيع ناقص 81 بتساوي افتح قوسين كده اهو واكتب سين. القيمة الأولى كانت 9، يبقى أنا بحط إشارة من عندي سالب، بغير الإشارة بتاعت اداني إكس واحد أهي، إكس واحد بتساوي 9. أضغط كمان يساوي تديني إكس اتنين، أهي إكس اتنين الحل التاني يعني بيساوي سالب 9. فأنا بحط سين موجب 9. طيب إذا خدنا واحدة تانية، ناخد تحليل على الفرق بين مربعين، زي مثلا احنا اشترطنا ان لازم تكون المعادلة اللي انا هاخدها في متغير واحد، يعني مثلا لو انا خدت 9 ميم، 9 حلل 9 سين تربيع ناقص 25، هنقول ساوي ادي السين بتاعتي اهيت، ادي السين التانية بالشكل ده، يبقى عندي الآلة الحاسبة فيها ايه؟ انا عندي معامل السين الألف بكام؟ ب9، والباء بصفر، والجيم ناقص 25. بعوض بالقيم ديت في المعادلة اللي عندي، يبقى برجع اخد مود، اتكي على مود عشان اجيب ال، يا اما اتكي على مود واجيب رقم المعادلات من تاني، ثلاثة بعد كده اختار مود، ادي المعادلة بتاعتي تاني جت اهيت. ندخل بقى الارقام، الف ب9، ادي 9 اول حاجة، في عندي ارقام قديمة عايز امسحها الاول كده صفرتها، بدق على الاي سي تصفر لي المتبين المعادلة. خلاص بدأت، هبدأ من جديد. اول حاجة ادخل الالف بتساوي 9، 9 يساوي ادي 9 دخلت اهيت، بعد كده الصفر يساوي بعد كده سالب 25، سالب 25 يساوي كده دخلت الاعداد بتاعتي. اضغط يساوي هتديني اول حل اللي هو هيعكس اشارته، يبقى التحليل يبقى يساوي اهوت، ادت لي 1 و3
اضرب الواحد في تلاتة بتلاتة يعطيني واحد وتلتين، هضرب الواحد في تلاتة بتلاتة واجمع اتنين يبقى خمسة على تلاتة. طيب الخمسة على تلاتة، بكتب هنا الاشارة الاول، الاشارة الموجبة، يبقى انا هكتب هنا اهوت، هنا اهو هكتب اشارة سالبة عشان هي اعطاني الحل بالموجب، يبقى ايه التحليل بالسالب، وهي اعطاني تلاتة، قلنا خمسة على تلاتة، يبقى هنا الخمسة والتلاتة كان معامل ايه السين، لان انا ما بحل بقول تلاتة سين ناقص خمسة بتساوي صفر، ومنها سين بتساوي زائد خمسة على التلاتة. يبقى عرفنا التلاتة دي جت منين، التلاتة ديت هي أمس اصلا بتاعة التحليل بتاعة الحل، لما بتيجي تحل بتقسم الطرفين على تلاتة بتديك خمسة على تلاتة، والإشارة الجهة التانية بالموجب. طيب نضغط على يساوي تديني الحل الآخر، ادت سالب واحد واتنين على تلاتة، برضو هي خمسة على تلاتة بالسالب، يبقى اكتب زائد كده، وادي الخمسة بتاعتنا وهنا التلاتة بتاعة التحليل. كده خلاص بالنسبة كل الأمثلة بنفس الطريقة، بس شرط إن تكون في متغير واحد. تعال بقى نشوف الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين. لو إحنا هناخد مسألة تحلي، مثلا سبعة وعشرين ميم أس تلاتة زائد تلاتة تلتمية تلاتة وأربعين، ديت معادلة من الدرجة الثالثة. يبقى أنا هروح للحاسبة بتاعتي، أضغط مود، أخد إيكويشن اللي هي رقم خمسة، أخد رقم أربعة اللي هي المعادلة من الدرجة الثالثة. هنلاحظ ان هذه المعادلة من الدرجة الثالثة فيها كم متغير، اكس تكعيب، اكس تربيع، اكس ودي. انا عندي في التحليل المقدار الثلاثي ما عنديش غير الاول والاخير اللي هو الاكس تكعيب والدي، او السين تكعيب والحد المطلق. فهذا المقدار بنحط فيه ايه، بيحط عندي اربع متغير، هيبقى عندي اربع متغيرات، أربعة ثوابت هدخلهم، الأول اللي هو معامل السين تكعيب، الثاني معامل السين تربيع، الثالث معامل السين تربيع والسين بدخلهم بصفار معاملات بتاعتهم، يبقى أنا هدخل معامل السين تكعيب ومعامل السين الحد المطلق، يبقى أنا اختار أربعة. يلا ده أربعيات كده، اخترنا معادلة من الدرجة الثالثة اللي هي هنحلل بيها المقدار الثلاثي. عندنا اتفقنا بنقول هنا يساوي، وبفتح قوسين، واحد صغير هي هتديني حل لواحدة، والتانية هتديني فيها ايه جذر. طبعا احنا كنا بناخد القوس الكبير ما بنحللوش، هي بقى هتديني تحليل له برضه هيبقى سين، وهيديني هنا بقى ايه مقدار كبير كده فيه جذر تربيعي او جذر تكعيب، اما هنا هيبقى سين وعدد. يلا نحل. السين احنا اخترناها ميم، هي ميم عندنا ايت ميم، ولاحظ هيبقى فيه برضو هنا معامل، هيبقى فيه الناتج، هيبقى فيه كسر المقام هحطه قدام الميم والحد المطلق هنا وغير الاشارة، وهنا برضو ديت هتبقى ميم. طيب ندخل القيم بتاعتنا، سبعة وعشرين تلاتة، سبعة وعشرين ادي اتنين سبعة تساوي، بعد كده الصفر يساوي، والصفر يساوي، بعد كده بقى ايه الحد التاني 343 بالزق، ادي تلاتة اربعة تلاتة يساوي كده. دخلت القيم بتاعتي، مجرد ما هضغط يساوي ادت الحل، سالب اتنين وتلت، اضرب اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة، يبقى السالب دي هتبقى هنا ايه موجب فعلا، انا لما باجي احلل بحط هنا موجب، وال سبعة اهي هنا هيبقى هنا سبعة، والتلاتة اللي هي المقام بضربه فيه، بضربه في مين؟ في الحد المجهول اللي عندي، يبقى التلاتة ميم زائد سبعة. طيب انا اذا ضغطت تاني هتديني حل،
اهو في جذر تربيع واي ديت يعني تخيلي، يعني قيمة تخيلية، ودي ما بعرفش احللها. حتى انا قلت المقدار اللي هنا الرقم 3 ده ما بنعرفش نحلله. يبقى 3 ميم زائد 7. يبقى يا اما تكتب بالمقادير دي ودي مش مطلوبة منك، يا اما تاخد بقى القوس انت ده وتربعه وتفكه وتجيب القوس التالت زي ما احنا عارفين. هنعمل ايه؟ هنقول 3 في 3 ب9 ميم تربيع، والإشارة دي زائد تبقى هنا موجب، وأضرب ده في ده يبقى 21، هنا موجب هتبقى هنا سالبة، إشارة سالب بالشكل ده. 9 ميم تربيع سالب 3 في 7 ب21 ميم زائد 7 في 7 49. ده المقدار الحد التالت كنا بنجيبه احنا بالشكل ده. لكن انت كده جبت ده بالآلة الحاسبة، والباقي بتكمله يا إما عندك الحلول اهيت. ودي كمية تخيلية، الأي ديت معناها كمية تخيلية، يعني بيديك 1 وسدس زائد 7 جذر 3 على 6 أي. لو ضغطت كمان يساوي هتديني الحل التالت بتاعتنا اهيت بالسالب اهوت، نفس ده بالسالب، لأن احنا المعادلة ديت اللي هي اللي ده ايه ما بتتحللش إلا بالقانون. هنشوف القانون فيما بعد في الصف الثالث الإعدادي إن شاء الله. وبنفس الطريقة بتحل كل المعادلات اللي هي من مجهول واحد، سواء من الدرجة التانية أو التالتة بتحللها زي ما شوفنا بالشكل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.